السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. اليوم راح نعمل تطبيق بسيط، والتطبيق هذا راح نستفيد منه في ان ننزل الشتلات اللي وصلت الى السقف الى الاسفل. طبعا العملية هذه احنا قلنا انها عملية الطي. الناس اللي يزرعون في بيوت محمية او في اراضي يعني طينية وليست زراعة مائية راح يستفيدون من عملية الطي استفادة ممتازة جدا. طيب كيف راح تتم العملية؟ الآن انتم شايفين ساق شتلة الطماطم، طبعا في افرع ابطية هنا كثيرة ملاحظين، انا سمحت لها تنمو عشان استفيد منها واشتلها. ساق شتلة الطماطم لما يعني تطول الشتلة وتصل إلى يعني أعلى البيت المحمي يجب أن نعمل لها عملية الطي أو الترقيد، وليس ترقيد هوائي، لا، إحنا راح نرقدها ترقيد عادي، وهذا للناس اللي يزرعون في تربة راح يخلي الساق بهذا الشكل على الأرض مباشرة ويدفن الساق بالتربة. لما تدفن الساق بالتربة الساق هذا راح يخرج من المنطقة هذه جذور جديدة، تمام؟ فبالإضافة إلى الجذور الموجودة هنا في الخزان في الأسفل أو الجذور اللي موجودة في التربة الأساسية، الساق هذا راح يعطيك جذور جديدة على حسب ما تمده، مديته متر نص متر على حسب ما ترى راح يعطيك جذور جديدة. الجذور الجديدة هذه راح استفيد منها في غذاء النبات بشكل أفضل، تمام؟ أيضا المناطق اللي أصبحت زي هذه تالفة لا يمكن أن تخرج مثلا أفرع إبطية جديدة استفيد منها، خلاص تخرج لي جذور من الأسفل تساعد النبات. أيضا النبات نزلت مسافته، يعني مثلا المنطقة هذه كاملة تلاحظون ما فيها أي ثمار، وهذه خسارة علي أنا كتاجر أو كمربي، تمام؟ الثمار بدأت تظهر في المناطق هذه، سابقا كانت الثمرة هذه بهذا الارتفاع تقريبا، الآن هي نزلت للأسفل وأصبحت قريبة مني. أيضا غذائها راح يكون أفضل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الجذور الجديدة اللي راح تنمو راح تحسن شكل النبات بشكل جيد بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا الناس اللي يزرعون زراعة مائية يستفيدون فقط من نزول النبتة أو نزول الشتلة إلى الأسفل فقط، لكن لا يمكن أنه يتعامل مع الطي هذا نفس تعامل الناس اللي عندهم زراعة في تربة. أنا نزلت الشتلة الأولى، فكيت الحبل تبعها من هناك وبدأت أنزلها شوي شوي، تمام؟ نزلت الشتلة الثانية أيضا، لاحظينها؟ شوفها من هنا، هذه نزلت أسفل، تلاحظون أنها أصبحت بالأسفل قريبة. تبقى عندي المجموعة هذه ولا بد أنه أنا أتعامل معها بشكل جيد. أيضا المجموعة اللي هناك تلاحظون، شوفوا هذه كيف واصلة فوق، وصلت إلى الأعلى. شتلات الطماطم متى ما وجدت التسميد الجيد سواء عضوي أو كيميائي راح تنطلق نبات غير محدود النمو، بالذات إذا كانت بذور وهجين راح يعطيك وبإذن الله إزهاره كثيف جدا. أهم شيء أنه جيد التعامل معه سواء بالتغذية الصحيحة أو بالمكافحة أيضا الجيدة، ما شاء الله نسبة الإزهار هنا جيدة. راح أعدل الوضع بحيث أنه النباتات تصبح كلها يعني بهذا الارتفاع زي ما احنا شايفين، هذه القمة النامية أصبحت هنا، هنا شوفوا القمة النامية وين واصلة، لابد أن ننزل الجميع. سأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم، سأل الله أن يوفقنا وإياكم.